أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بحلقة جديدة وموضوع جديد. اليوم موضوعنا راح نتكلم فيه عن التهاب البروستاتا، موضوع مهم. راح نتعرف على العلاج والمشاكل، وخليكم معنا بعد الفاصل. البروستاتا هي غدة عضلية صغيرة في الجهاز التناسلي الذكري، وتحيط بمجرى البول الإحليل، ووجود البروستاتا يساعد على دفع السائل عند الرجل. تضخم البروستاتا الحميد عبارة عن تضاعف في خلايا البروستاتا وانتفاخها، مؤدية إلى الضغط على مجرى البول، مؤديا إلى الحد من تدفق هذا البول. أسباب تضخم البروستاتا: يعتبر تضخم البروستاتا حالة طبيعية عند كبار السن من الذكور، حيث أن الكثير من الرجال الذين تبلغ أعمارهم 80 عاما فأكثر لديهم أعراض تضخم البروستاتا. لا يوجد سبب واحد ودقيق لتضخم البروستاتا، ولكن العديد من الدراسات وجدت أن هناك عوامل عدة تزيد من فرصة حصول تضخم البروستاتا، ومنها التغيرات الهرمونية عند الرجال وخصوصا كبار السن عامل من العوامل التي تعمل على تضخم البروستاتا، أو وجود تاريخ مرضي للعائلة بإصابة بتضخم البروستاتا، أيضا إحدى العوامل الجينية أو الوراثية التي قد تكون لها علاقة مع تضخم البروستاتا، وجود خلل تركيبي أو تشوه في بنية الخصيتين أيضا من إحدى العوامل اللي ممكن تأثر على تضخم البروستاتا وتؤدي إلى هذه المشكلة. أعراض تضخم البروستاتا: عادة ما تكون أعراض تضخم البروستاتا الحميد خفيفة في بداية الإصابة، لكن هذه الأعراض قد تتطور في حال لم يتم التضخم أو لم يتم تحديده بصورة مبكرة. ومن هذه الأعراض أولا الشعور بالحاجة المتكررة والملحة للبول، وعادة ما يشعر كثير من الذكور المصابين بتضخم البروستاتا الحميد بالحاجة إلى التبول بشكل متكرر، خاصة في فترة الليل. صعوبة أيضا في التبول: تضخم البروستاتا الحميد يمكن أن تجعل عملية التبول صعبة، وذلك نتيجة لزيادة ضغط البروستاتا على مجرى البول، وقد يصاحبها تقطيع أو ضعف في البول خاصة في نهاية البول أو التبول. ثلاثة ألم أثناء التبول أو القذف: نتيجة الضغط أو ضغط البروستاتا على مجرى البول فإن المريض يشعر بألم أثناء عملية التبول أو القذف، ومن الممكن أن يكون هذا الألم ناتج عن عدوى في البروستاتا، يعني ممكن تكون تضخم إما بسبب مشكلة أو بسبب التهاب. رابعا من إحدى العلامات تغير لون البول، من الممكن أن يكون احتباس البول إلى أن يأخذ اللون غامقا ودائكا ورائحة غير عادية، حيث أن الرائحة تدل على وجود مشاكل وانسدادات في مجرى البول. خامسا احتباس البول: يعاني الكثير من الأشخاص الذين يعانون من تضخم البروستاتا الحميد عن عدم القدرة على إخراج البول، وذلك بسبب الضغط الشديد الذي تقوم به البروستاتا على مجرى البول. أعراض أخرى لتضخم البروستاتا: طبعا هناك أعراض أخرى كثيرة، الإكثار من التبول ليلا والتي قد تزيد من عدد مرات الليلة الواحدة، ممكن التنقيط بعد انتهاء عملية التبول، بعاني حتى المريض من خروج بعض القطرات من البول بعد انتهاء عملية التبول، الحاجة أيضا حاجة المريض إلى أن يضغط على نفسه لإخراج البول أثناء عملية التبول، هذه من مشاكل وعلامات البروستاتا. نجي على تشخيص تضخم البروستاتا الحميد. طبعا عملية التشخيص بنقوم بإحنا بتشخيصها من عدة طرق، ممكن بتحليل بول عادي بتم من خلاله النظر فيها إذا كان البول يحتوي على البكتيريا، وإذا كان هذا الموضوع الكشف عن وجود دم غير مرئي في البول. ممكن بناخد إحنا خزعة للبروستاتا، يعني بناخد عينة من البروستات حيث يتم فيها أخذ جزء صغير من البروستاتا ويتم فحصها في المختبر. ممكن أيضا اختبار البول الديناميكي، وهو فحص حيث يتم ملء المثانة بالسائل عن طريق قسطرة لقياس ضغط المثانة أثناء التبول. اختبار البروستاتا النوعي، وهذا فحص طبعا بيكون عن طريق عينة من الدم، وذلك للتأكد من تضخم البروستاتا عن غيرها أو يوجد فيها ورم خبيث أم لا. عافانا الله وإياكم طبعا جميعا من هذه المشكلة. ممكن يبقى في فحص سادس تنظير المثانة عن طريق السكوب من خلال عملية منظار لهذه البروستاتا من خلال الإحليل. وسابعا
التصوير الشعاعي الوريدي عن طريق حقن بالأشعة السينية، طبعا بتكون بحقن صبغة ومن ثم عمل صورة أشعة للمريض. نجي لعلاج تضخم البروستاتا الحميد. عملية العلاج طبعا تبدأ عملية علاج تضخم البروستاتا الحميد بعد تأكيد التشخيص، حيث أن هناك عدة طرق لعلاج تضخم البروستاتا، ومنها طبعا أولا العلاج الطبيعي من خلال توجيه المريض إجراء بعض التغيرات في نمط الحياة، وكذلك إجراء بعض التمارين بما يسمى بالعلاج الطبيعي أو الفيزيائي، والتي قد تعمل على تخفيف الأعراض. ويشمل هذا العلاج الذهاب للتبول بمجرد الشعور بحاجة إلى ذلك، يعني ما ينتظر الإنسان أو الشخص أنه بحاجة للتبول ويترك نفسه. الشيء الثاني تجنب أدوية مزيلات الاحتقان أو أدوية مضادة للهستامين، والتي قد تجعله من الصعب على المثانة أن تفرغ هذا البول. بنعرف إحنا الهستامينات إنها بتعمل يعني انحباس للبول، بالتالي صعب التبول. الشيء الثالث تجنب الكحول أو الكافيين خاصة في الساعات الأخيرة ما قبل النوم، يعني الكافيينات بشكل عام ابتعد عنها في ساعات الليل. تقليل الشعور بالتوتر قدر المستطاع، بيخلي الواحد انه ممكن انه يروح يتبول بسلاسه وبسهوله بعيدا عن احتقان النفس. الشيء الخامس ممارسه الرياضه بانتظام، لان عدم ممارسه الرياضه يمكن ان يؤدي الى تفاقم الاعراض. تعلم ممارسه عمليه كيجين لتقوم بتقويه هذه العضله. الحرص على الدفء، لان البرد يمكن ان يزيد الاعراض سوءا. ثانيا العلاج الطبي بالأدوية. عندما لا يكون تغيير نمط الحياة كافيا لتخفيف الأغراض، قد يوصي طبيبك بالدواء، حيث أن هناك العديد من الأدوية التي يمكن أن تساعد في علاج أعراض تضخم البروستاتا الحميد، وكذلك علاج التضخم في حد ذاته، ومنها مراجعة الطبيب في موضوع وصف العلاج الطبيب. يعني احنا ممكن احنا الدكتور يكتب له نوع من انواع الادوية، لكن انا لن استطيع ان اذكر لكم بعض الادوية او العلاجات اللي انت ممكن تاخدها، بسبب انه ممكن واحد يختلف عن الشخص عن الاخر في موضوع التحسسات. لكن بشكل عام يمكن وصف علاجات مضادة حسب العينة التي يتم اخذها ومعرفة ما هي الحساسية لهذا العلاج، ويمكن يعني انها تساعدكم بشكل كبير. هذه مع اتباع طبعا اجراءات، يعني مثلا شرب الماء، الاكثار طبعا، الابتعاد عفوا من عن البهارات، عن الاشياء الحاره، كمان بتساعدكم بشكل كبير في علاج مشكلتكم. اتمنى السلامه جميعا لكم، واتمنى لكم الشفاء العاجل. كان معكم الحكيم عمر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.